يسعد مساكم يا حلوين، تعالوا سوا بناخذ هذا الشعر مجانا نزل جديد جايز، اللي هو هذا الشعر الوردي نزلته المطورة. طبعا يا اصدقاء ناخذ هذا الشعر عن طريق ماب، رابط الشعر ورابط الماب بتلاقوهم صندوق الوصف. اما وقت نزول هذا الشعر ينزل الساعة 12 صباحا، يعني في منتصف الليل بتوقيت السعودية. طبعا يا حلوين امبارح خبرتكم ان توقيت السعودية يشمل كثير من توقيت الدول العربية، يعني يكون نفس التوقيت عدا 4 دول اللي هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا. هلا يا اصدقاء الشعر ينزل الساعة 12 صباحا، يعني يكون في منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت وغيرها من الدول العربية. اما بالنسبة جايز الى ليبيا الحبيبة بينزل معهم الشعر الساعة 11 مساء. اما بالنسبة يا اصدقائي الى تونس والمغرب والجزائر، تحية كثير كبيرة لهم، بينزل معهم الشعر الساعة 10 مساء. اوكي جايز، هذا وقت الشعر. اما بالنسبة يا حلوين الى الشروط، كيف يعني بناخذ هذا الشعر مجانا وكيف نحصل عليه؟ طبعا يا اصدقاء هي نفس الشروط اللي نزلت بالشعر السابق، وكمان نزلتها لكم في شعر مبارح تبع الاولاد شعر غوغو. اوكي، والان يا اصدقاء بنهي الفيديو مع الشروط، بدي اياكم تقروا الشروط انتم جايز. اوكي، اقروها حرف حرف مشان انكم بتعرفوا كيف بتحصلوا عليه. طبعا عدد النسخ لهذا الشعر بيكون 2000 نسخه، يعني قليله كثير جايز. لا تنسوا ان المنافسه كثير قويه على هذا الشعر، بيكون كثير كيوت. كمان جايز بنصحكم قبل يعني وقت الشعر ادخلوا الى الماب بخمس دقائق اذا كان الماب مفتوح، مشان يا حبايبي دغري بتوصلون وبتاخذوا الشعر، لانها في ناس ما بتخاف الله بتوصل تاخذ الشعر وبعدها بتصير تكتب في الشات ومش تقدروا تحصلوا عليه. اوكي يا حلوين، الان اترككم مع شروط كيف تاخذوا هذا الشعر المجاني وبس. والله يا حلوين دمتوا في امان الله ومع السلامه.